السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أرجو دائما إن شاء الله. تفضل، الله يسلمك. عندي سؤال بعد إذن حضرتك يا شيخ. تفضل. صراحة بالنسبة لرهن يا شيخ. نعم. رهن الأرض أو رهن الأشياء. رهن الأرض مقابل مال وتزرعها أنت يا صاحب المال. مقابل أزرعها صاحب المال مقابل مال. يعني رجل يريد مال ورهن. لا يعني أرض. عفوا، أنت ستأخذ الأرض رهنا، ستقرض الرجل مثلا 100,000 وتأخذ منه 10 قراريط أرض رهن، هتزرع الأرض؟ نعم هزرع الأرض. طيب، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. شكرا. من قبيل يا شيخ إن هو يأخذ المال ليثمره في عمل ويستفيد. لا، أنت لا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. السلام عليكم.